طيب المحافظ الشرقيه دكتور عزازي علي عزازي، اهلا وسهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وانت طيب. انا معايا عم عزت هنا على الهوا وبيقولوا لي ان حضرتك اعلنت منذ قليل ان الواقعه كلها مختلقه. ايوه اتفضل. الواقعه مختلقه فعلا يا سياده المحافظ؟ لا يا سيدي مش مختلقه. الاخ الكريم انا قابلته النهارده وحكى لي على ما حدث معه وكان حتى ساعتها يعني قلع بالفانيلا. قلت له النبي تلبس هدومك، وبصت على راسه وقلت له لو في اي خطا من اي حد في الدنيا. وقال لي انا من ابطال اكتوبر. قلت له على راسنا، وفي يوم العاشر من رمضان لا يمكن ان يهان اي مواطن يعني شارك في هذه المعارك العظيمه والانتصارات الجليله. وبصت على راسه، وهو يعني احنا اتقابلنا النهارده واتكلمنا يعني، وهو معاك دلوقتي في الاستوديو. ايوه. وانا يعني اعتذرت له بالنيابه عن اي احد اخر يمكن ان يكون يعني تسبب في اي اهانه له. واحنا كنا راكبين بعد لقائنا مع السيد رئيس الوزراء في جمعيه مستثمرين العاشر من رمضان، كنا راكبين وكان في يعني رغبه من جانبي يعني، وقلتها للدكتور عصام وللساده الوزراء وللاستاذ محمد فريد خميس، ان احنا يعني ننزل. المفروض ان احنا هنقف مع الناس وهنتكلم معاهم، لاني كنت واقف معاهم قبل لقائنا مع السيد رئيس الوزراء. هو بيأمن على كل كلام حضرتك يا سياده المحافظ. بالظبط. وانا استوضحت من هذه الروايه من الاستاذ محمد فريد خميس. كويس. وقال لي هو كان في تدافع يعني وهم طالعين، وهو قال لي انت ما اعرفش ايه حرامي او حاجه كده، خلي بالك. فحصل في تدافع فقط، لكن يعني انا بقول وانا يعني لست شاهدا على الواقع بنفسي. الاستاذ فريد خميس قال لي لم يحدث ان انا مديت ايدي عليه، كل ما فيها ان احنا ايه يعني حصل في زق، ممكن اكون زقيته بايدي لكن ما ضربتوش بالقلم، وانا مستعد لمراضاته دلوقتي. واحنا كنا نازلين، لكن حصل في تدافع واحنا نازلين يعني ما خلاش المسائل يعني تمشي بالشكل الطبيعي. لكن اي مواطن، لو سمحت لي، اي مواطن يعني انا ما بتكلمش عن الشرقيه بس، يعني دلوقتي اي مواطن في هذا اليوم العظيم وفي هذه الذكرى الجليله وكمان يبقى مشارك في اكتوبر، ده على راسنا من طيب يمكن ان يهان. مش كويس. وهذا الموضوع يعني سيادة المحافظ يعني لابد ان يتم ترصيته بالصيغه التي يريدها. الله الله عليك. في اي وقت. الله عليك. انا مع المواطن مش مع اي حد تاني. جميل يا سيادة المحافظ. ومش بقول لك كلام. استاذ فريد خميس راجل يعني اعمال وطني على راسنا من فوق. وبادر النهارده واقترح اقتراحات محترمه جدا في جمعيه مستثمرين العاشر من رمضان، خلي بالك، للمساعده على استرداد الامن، وتطوع ب 20 سياره في الكمائن المتحركه لنقص يعني في اعداد الشرطه، لان الشرقيه محاولها واسعه جدا ومتعدده. المهم مش ده مجاله دلوقتي طبعا، لكن انا بقول لحضرتك ان الشرقيه كلها ان شاء الله يعني اسره واحده، اهم ما فيها هو المواطن طبعا. اي حد بعد كده يبقى سياده المحافظ لو تسمح لي عايز اقول لحضرتك ان احنا وانا اسمح لي بعتذر له على الهوى. لا كاحد ابطال حرب اكتوبر المشاركين في هذه المعركه الظافره، وانه على راسي ويشرفني في المكتب في اي وقت. ولو له اي مشاكل اخرى متعلقه باي حاجه في العمل او اي حاجه شخصيه انا ازللها له فورا. لا. وده 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 اصلا دي وظيفتنا الرئيسيه، ان احنا نخدم المواطن ونجلل كل العقبات الموجوده امامه. وانت بلغوا التحيه. انا طبعا مش معاكم على الهواء، مش شايف القناه، لكن يعني بلغوا التحيه. هو راجل يعني المؤكد انه مخلص وانه يعني صاحب حق. سياده المحافظ عزازي على عزازي بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك وتاكيدك. كان في نفي كل الناس بتؤكد عليه حضرتك قلته في الحياه اليوم، ولكن حضرتك قلت على الهواء ان الواقعه صحيحه، واحنا بنتاكد من الواقعه بالاتصالات اللي بتجيلنا. لو ما فيش واقعه ما كانش الحكايه كده.